تجدد وتمدد ولا يتبدد. أنا كنت دائما في تصريحاتي نقول بأن سوف نحافظ على مكانتنا الريادية وسوف نبقى القوة الأولى، وفعلا لأني أنا كمسؤول سياسي وكقائد لهذا الحزب أؤمن بالانتصار، علي أولا أن أؤمن بالانتصار لكي يؤمن قيادة معي وكل إطارات الحزب ومناضليه في القواعد. إذن أعطينا شحنة وثقة بالنفس ولقد تلقفها مترشحينا وساروا بحملة انتخابية قوية. طبعا أنا كنت أنتظر أكثر من هكذا، حسب أنا كنت أكثر من هكذا، ولكن عدة عوامل أثرت في هذا القرار ولكن هذه النتيجة، ولكن الحمد لله كنا نبقى القوة الأولى فبقينا القوة الأولى.